بغيتو تعرفوا شنو جا زهركم اليوم؟ ايوا اجيو معايا. غنبداو من عند كبر الجوزاء اللي مهنيه كتواصل بشكل اليف مع الاخرين وغتنفذ رغباتك وغتلقى ما يسعدك من معلومات واخبار. عاطفيا لا تحاسب الحبيب على كل كلامه، فتصرفاتك معاه لن تكون افضل صحيا. قله الحركه والاكثار من تناول الطعام لا يتناسبان مع وضعك الصحي. اما برج الثور فمهنيا يخفف هذا اليوم النمط ويجعلك متكلا على الاخرين في بعض الواجبات. عاطفيا تشعر بالغبطه في هذا اليوم وتهتم بالحبيب او يخفق قلبك وتسمع كلمات الإعجاب والحب. صحيا أنصح لك البقاء بعيدا عن بعض الأعمال المتعبة أو التي قد ترهقك. برج الحمل مهنيا تشعر بالقوة على مواجهة الظروف الطارئة وتتمتع بإرادة قوية وحيوية. عاطفيا بالإمكان حماية استقرار العلاقة شرط التعاطي مع الظروف المستجدة بتعقل وروية. صحيح تحاول قدر الإمكان تخفيف من المشروبات الروحية والتدخين وزيادة ممارسة الرياضة. أما برج الأسد فمهني يوم مليء بالحركة والسفر واللقاءات، وقد تضطر إلى الاهتمام بشؤون تشغلك عن المشاريع الجديدة. عاطفي الأجواء لا تساعدك اليوم على التعاطي مع الشريك كما هي العادة، ما يثير استغرابه. أما صحيا تتفاعل بقوة مع النشاطات الرياضية وتشارك في كل ما هو مفيد للصحة. برج السرطان مهني توقعات كل المحاذير التي كنت تخشاها يبدو أنها ستواجهك في الأيام المقبلة. عاطفيا اليوم بالكثير من الضغوط ولا تعرف القرار الأمثل، بغية التخلص منها وعدم إزعاج الشريك. صحيح لا تقترب إطلاقا من المأكولة الدسمة. أما برج الميزان فمهنيا لهذا اليوم التأثير الإيجابي في أوضاعك المالية أو يتحدث عن تغييرات تحصل في هذا الإطار. عاطفيا تحاول أن تجد حلول للمشكلات بدون تشنج، المهم أن تنفتح على المحيط أو أن تعبر عن رغباتك. صحيح لا تدع خيارك يميل نحو كل ما قد يعرض صحتك للخطر. برج العذراء مهنيا تتلقى الأجوبة التي طالما انتظرتها وتحصل على فرصة ثمينة. أما عاطفيا بعض الانفعالات والمواقف السلبية تفسد الأجواء الجميلة. صحيح أبذل قصارى جهدك للقيام بساعة تمارين رياضية كل يوم. برج الجدي مهني يوم جميل وإيجابي يقدم لك بعض التقدم والتفوق، وربما يفسح لك مجالا واسعا لإظهار مواهبك الجديدة. عاطفيا لتكون خياراتك بناءة تخدم مصلحة العلاقة، أما إذا أردت الارتباط فمن المستحسن اختيار يوم جيد. صحيح يستحسن أن تدعو الأصدقاء إلى التخييم في أرجاء الطبيعة وتمضية أجمل الأوقات معا. برج القوس مهنيا تتفق مع جماعات جديدة وترتبط بصداقات مهمة. عاطفيا تعرف جيدا كيف تنال إعجاب الحبيب وتثير بجاذبيتك وشخصيتك. صحيح الامتناع عن بعض المأكولات المفضلة لديك مفيد، لا سيما أنها غنية بالدهنيات والنشويات. برج العقرب مهنيا يوفر لك هذا اليوم صداقات حلوة ولقاءات وتغييرا يطرأ ويدعوك إلى المجازفة. عاطفيا علاقتك العاطفية تكون مميزة، السفر مع شريك مشروعكم المفضل لتجديد شهر العسل. صحيح انتبه إلى صحتك ولا تجعل كل شيء يتراكم عليك بالصورة مفاجئة. برج الحوت مهنيا يفرضها عليك هذا اليوم بعد التأني في الكلام والشرح الواضح والمقنع. عاطفيا تجد سهولة في التعامل مع حبيبك كما تلقى منه كل الدعم المعنوي وغيره. صحيح تلاحظ منذ مدة أن شعرك يتساقط بكثرة فتسارع إلى الطبيب لمعرفة السبب. لأن خص مع برج الدلو المهني يسهم حضورك اللافت وشخصيتك القوية في تعزيز موقفك بين زملاء العمل، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع. عاطفيا أنت مدعو إلى الاهتمام بالشريك وتجنب النزاعات والدعاوي القضائية والأسفار. صحيح تعتقد أن عدم ممارستك الرياضة لا تنتج منه عوارض لاحقا، أنت مخطئ. إلى هنا كتاب أبرجنا اليوم، غادي نودكم حتى نتلاقاو مع أبرج غدا، تبقى على خير.